سره الباتع، مش عارفة أقول مين ولا مين ولا مين، 60 أفيش مليان 60 من النجوم الكبار، ومعانا الفنانة ريم مصطفى. يا ريم مساء الخير، حبيبتي مساء الفل، كل كل سنة سنة وانتي وانت طيبة. طيبة وجميلة. ربنا يخليكي يا حبيبتي وانتي يعني طيبة. انت بتشاركي اولا في مسلسل مهم تاليف واخراج خالد يوسف، صحيح قصه ماخوذه عن قصه دكتور يوسف ادريس، يوسف لكن إدريس بتشاركي وسط كوكبه ضخمه جدا من الفنانين والنجوم. قوليلي جدا. بقى، قوليلي بقى مشاعرك ايه؟ بصي مخضوضة بصراحة، أنا عايزة أقول لك أنا قبل ما أدخل العمل ده كنت لسه خارجة من فترة تصوير تقيلة جدا، كنت لسه مخلصة تصوير تير بينا يا قلبي، وكان بقالي فترة ما خدتش أجازة، قلت أنا خدت قرار أنا مش هصور حاجة دلوقتي وهفصل، وكنت عاملة بلان تانية كمان إن أنا اختياري اللي جاي لازم تكون حاجة مميزة جدا، وفجأة لقيتهم بيتصلوا بيا قبل ما أسافر بيوم. انا لما جالي العرض بتاع العمل انا اتخضيت ان احنا بنعمل حاجه بالابهار اللي انا كنت سامع عنه ده ساعتها، وما قعدت مع استاذ خالد وشفت القصه وان في 60 نجم، يعني اسامي تخض بصراحه، ما عرفتش افتح بقي وما قدرتش اتكلم، فاهمه؟ ولحد دلوقتي لسه ما خدتش اجازه على فكره. معلش بقى، ما هو الشغل الحلو معلش. بيبقى مش محتاج اجازه، خدي اجازه بعدين. ايوه اخد اجازه بعدين فعلا. فحقيقي هو عمل مبهر جدا جدا، اتعمل فيه الشغل قوي قوي والانتاج ضخم جدا، شايفه ان كل حد فيه بيقدم شكل جديد مختلف عنه تماما بما فيهم انا. انتي بتعملي ايه بقى؟ انا شايفة ان هما زمانين، يعني في السعداني وفي فهمي، بالظبط. فانتي وفهمي في زمن، وحنان مطوع وسعداني في زمن، في غير بقى زمن باقي كل الشخصيات. بالظبط بالظبط، احنا في الزمن العصري، هم في الزمن وقت الحمله الفرنسيه. يعني يمكن الحاجه اللي كانت غيظاني ان انا ما عرفتش نتقابل معاهم، يعني ايوه، فاهمه؟ عايزه بس آلة الزمن دي. بالظبط. بس حقيقي كل اللي اقدر اقوله، مش عايزه احرق احداثه خصوصا ان المسلسل خلاص هيتعرض النهارده اول حلقه باذن ايوه الله، ايوه بس انا حاسه ان انا قدمت حاجه مختلفه تماما تماما. الشغل مع استاذ خالد يوسف كان مختلف جدا ومميز جدا، يعني حقيقي كان في طاقه غير طبيعيه ومجهود غير عادي، انا يمكن عملت مجهود ما عملتوش في حياتي يعني. واتمنى ان يعني اتمنى ده يتنقل للمشاهد، واعتقد هيتنقل، لان انا عايزه اقول لك لما شفت البرومو انا نفسي اتخضيت، يعني فاهمه؟ اما بتبقي جوه الموضوع غير لما بتشوفيه من بره، فاعتقد كمان ان احنا عاملين حاجه هتبقى اقوى واحلى من البرومو اللي الناس شايفاه. يعني هو اكيد هيكون مختلف عن كل اللي انت عملتيه، واكيد خالد يوسف هيقدم حاجه مختلفه. يعني اكيد الاخراج وحش والكاميرا وحشاه، فيعني انا متاكده وواضح كده، يعني عرفت من كل الناس اللي هو بيجي الساعه 4 الصبح و5 الصبح ما كانش بينام، حالة خاصة جدا بجد، فعلا ما كانش بينام. وفكرة انه بيشتغل مع كل المجاميع دي، احنا بنتكلم في 2000 و3000 من المجاميع. لا يعني هنحاول يكون معانا بعد قليل. شكرا يا ريم، واتمنى لك كل توفيق، وان شاء الله نشوف مسلسل حلو، وانا متأكدة وهكلمك اكيد بعد المسلسل.